بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية عمل تسجيل خروج من حسابي على تويتر. هلا من قبل التحديث الخاص بتطبيق تويتر كان خيار تسجيل خروج من حساب تويتر ما متوفر من خلال التطبيق الأساسي. هلا حاليا لو كنت لما بدك تعمل تسجيل خروج فتضطر تعمل الضبط، فتروح تعمل مسح التخزين المؤقت لتطبيق تويتر. أما هلا بعد التحديث صار بإمكانك تعمل تسجيل خروج من حسابك على تويتر بكل سهولة من خلال التطبيق الأساسي. طبعا الطريقة راح تكون على الشكل التالي بعد ما فتنا على تطبيق تويتر الخاص. هلا بعد ما فتنا على الصفحة الرئيسية الخاصة بحسابي على التيك توك على ال... بعد ما فتت على الصفحة الرئيسية الخاصة بحسابي على تويتر، راح نضغط على صورة الملف الشخصي الموجودة بالأعلى على اليسار مثل ما شايفين عندي هون. راح نكبس على صورة الملف الشخصي الموجودة بالأعلى على اليمين، ضغطة يطلع عندي على الشكل التالي. راح نشوف في عندي هون، انزل لتحت بالأسفل راح نشوف في عندي خيار اسمه الإعدادات والدعم. راح نكبس على هي السهم فراح يطلع عندي هون أيقونة اسمها الإعدادات والخصوصية. راح نكبس على الضغط عليها يطلع عندي عدد كبير من الخيارات. راح نشوف في عندي هون خيار اسمه حسابك. راح نكبس على الخيار الموجود عندي هون، ضغطة فراح يطلع عندي هون على الشكل التالي. عندي كمان 4 خيارات. راح نشوف في عندي هون خيار اسمه معلومات الحساب، راجع معلومات حسابك مثل رقم هاتفك وعنوان بريدك الالكتروني. راح نكبس على هاي الايقونة الموجودة عندي هون، ضغطة فراح يطلع عندي هون على الشكل التالي اسم المستخدم والهاتف والايميل والبلد. وراح نشوف بالاسفل في عندي هون الخيار المفقود بالنسخ القديمة هي تسجيل الخروج. بضغط على كلمة تسجيل الخروج على الشكل التالي، نضغط على كلمة تسجيل الخروج. عم يخبرك سيؤدي تسجيل الخروج إلى إزالة جميع بيانات تويتر من هذا الجهاز. أعطي تسجيل الخروج وهيك عم يتسجل بكل بساطة. وهيك عملت تسجيل خروج من حسابي على التويتر بعد التحديث الأخير. هلأ الفيديو إن شاء الله تعالى بيكون انتهى، وأشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.